النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي، وإلى العناوين. شيرين شمس يبحث مع المرشحين الإجراءات التنظيمية للانتخابات. مصطفى مراد فهمي لا توجد أي أزمات بين المرشحين في الأهلي. و22 لاعب في قائمة الأهلي استعدادا للإسماعيلي. مجددا والى التفاصيل، عقد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي اجتماعا مع المرشحين لانتخابات النادي والمقرر لها 30 من نوفمبر الحالي لبحث الاجراءات الخاصه بتنظيمها. وحضر الاجتماع مندوب من الجهه القضائيه المشرفه على الانتخابات بالاضافه الى مندوب من الجهه الاداريه للاتفاق على كل الاجراءات التنظيميه الخاصه بالانتخابات. أكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي قام باستئجار كافة الجراجات حول مقر الجزيرة. وقال شمس في تصريحات له اليوم أنه يتوقع حضور 30 ألف عضو من النادي إلى مقره بالجزيرة في 30 من نوفمبر الجاري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة. وأضاف شمس أن الموقع الجغرافي لمقر الجزيرة لا يساعد أعضاء النادي على الوجود بشكل كبير، لذلك قمنا بتأجير كافة الجراجات حول النادي لتسهيل على الأعضاء يوم الانتخابات وتسهيل كافة العقبات حتى تمر العملية الانتخابية في سهولة ويسر. قال مصطفى مراد فهمي المرشح على منصب نائب الرئيس في الانتخابات النادي الأهلي ضمن قائمة المهندس محمود طاهر أنه مندهش من تفكير البعض بحدوث مشكلات أو احتكاكات خلال انتخابات النادي يوم 30 من نوفمبر الجاري. وأضاف فهمي كلنا أبناء الأهلي ونسعى لخدمته سواء قائمة طاهر أو الخطيب، تربطنا علاقات شخصية وصداقات وأكمل لا توجد أي أزمات، كلنا نحب الأهلي ونسعى لخدمته وتعودنا دائما على أن الانتخابات تمر بهدوء، الفائز يتولى منصبه والخاسر يهنئ الفائز. أعلن كامل زاهر أمين الصندوق بمجلس إدارة النادي الأهلي التفاصيل المالية الخاصة بالفرع الرابع للنادي في منطقة القاهرة الجديدة، موضحا أن ثمن الأرض 350 مليون جنيه سيتم سداد أقساطها على 7 سنوات بواقع 50 مليون جنيه في العام الواحد. وأكد زاهر أن النادي بدأ المشروع من 8 أشهر منذ محاولة التعاقد على قطعة أرض وإنهاء الأوراق وتحديد الموقع والذي يريد المجلس
مؤكدا أنه تم اختيار موقع مميز بمساعدة وزير الإسكان مصطفى مدبولي، وأضاف زاهر أن المجلس سلم الموقع منذ 4 أيام، لذا تم افتتاحه ووضع حجر الأساس أمس السبت، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الفرع الرابع ستشمل بناء منشآت قيمتها تتراوح بين 250 إلى 300 مليون جنيه. حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي غدا الاثنين في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز على استاد برج العرب بالإسكندرية. وضمت القائمة 22 لاعب وهم محمد الشناوي، أحمد عادل، عبد المنعم، محمد طارق، وعبد الله السعيد، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، وعمرو السولية، وهشام محمد، وأيمن أشرف، وجونيور أجاييه، باكمالي مالامبي، وأحمد ياسر ريان، ومحمد هاني، ووليد سليمان، وسعد سمير، وأحمد الشيخ، ومؤمن زكريا، وصبري رحيل، وحسين السيد، وميدو جابر، ووليد أزارو، وعماد متعب. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم ببرج العرب استعدادا لمواجهة الإسماعيلي. وكان حسام البدري المدير الفني للفريق قد فضل السفر إلى الإسكندرية صباح اليوم والدخول في معسكر مغلق مبكرا، وذلك لزيادة تركيز اللاعبين قبل المواجهة المهمة أمام الإسماعيلي والذي يتصدر الدوري في الوقت الحالي. السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن استبعاد شريف إكرامي من قائمة الفريق لمباراة الثانية على التوالي وجهة نظر فنية، موضحا أنه من الوارد أن يكون الحارس الدولي موجود في المباراة المقبلة. وأشار عبد الحفيظ أن البدري هو صاحب القرار الأول والأخير في ضم أي لاعب أو استبعاده من حساباته الفنية حسب ظروف كل مباراة.
رامي ربيعة مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي على راحة من تدريب اللاعبين المستبعدين من مباراة الإسماعيلي والتي أقيمت اليوم الأحد بقرار من الجهاز الطبي، حيث يعاني اللاعب من إصابة في الحوض. وحضر كل اللاعبين المستبعدين شريف إكرامي، صالح جمعة، باسم علي، وأحمد حمودي، وعلي معلول، ورامي ربيعة، ومحمد نجيب، وكريم ندفد، ومروان محسن، وعبد الله الشامي، وإسلام محارب، وأكرم توفيق، حيث خاض اللاعبين المصابين برامجهم التأهيلية في الوقت الذي خاض فيه باقي اللاعبين تدريبات لياقة بدنية وبعض تدريبات الكرة. فاصل قصير ونعود إلى استكمال أخبار منتخبنا الوطني. إلى أخبار اتحاد الكرة، حيث عقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا اليوم الأحد مع نخبة من مسؤولي أندية القسم الثاني لبحث المشاكل والتي تواجه أندية القسم الثاني والعمل على حلها. وعقد الاجتماع بمقر الاتحاد بالجزيرة بحضور 4 أعضاء من مجلس الإدارة، وهم كابتن مجدي عبد الغني، والمهندس أحمد مجاهد، والدكتور كرم كردي، والكابتن حازم إمام. قررت لجنة مسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على نادي وادي دجلة قدرها 20,000 جنيه بسبب الانسحاب المؤقت من مباراة مصر المقصة في الأسبوع 9 من مسابقة الدوري الممتاز. وعلى أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق قدرها 5,000 جنيه للاعتراض. وقررت اللجنة أيضا إيقاف سيد متولي مدير الكرة بنادي وادي دجلة مبارتين وتغريمه 10,000 جنيه وتغريم نادي الداخلية 5,000 جنيه. واتخذت اللجنة قرارا بإيقاف إبراهيم صلاح لاعب المقاولون مبارتين للطرد بسبب اللعب الخشن، وإيقاف وائل نبيل أخصائي العلاج الطبيعي بالمقاولون مباراة للاعتراض، ومحمد عودة المدير الفني للمقاولون مبارتين وتغريمه 20,000 جنيه بسبب الطرد للاعتراض. وإيقاف طلعت محرم مدرب المقاولون 4 مباريات للسلوك غير الرياضي اتجاه الحكام عقب انتهاء المباراة. يقضي الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني فترة معايشة لمدة 3 أيام في نادي بورنموث الإنجليزي. ويأمل أبو العلا من فترة المعايشة التعرف على أحدث الأساليب الطبية في إعداد الفرق وعلاج إصابات اللاعبين، ويسافر طبيب المنتخب الوطني إلى إنجلترا يوم 29 من نوفمبر الجاري على أن يعود للقاهرة يوم 3 من الشهر المقبل. الالتزام دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكوره، بطير بحلمي، وعندي هدف. We'll be right back.
اخبار الالعاب الاخرى، حيث نجح نجم الاسكواش المصري محمد الشربجي في الفوز ببطوله هونغ كونغ المفتوحه للاسكواش اليوم الاحد ليحقق اللقب للمره الثالثه في تاريخه. وجاء تتويج محمد الشربجي بعد فوزه في نهائي مصري خالص على مواطنه علي فرج المصنف الرابع عالميا بنتيجه 3-2 في مباراه ماراثونيه. كما توجت نور الشربيني والمصنفة الأولى على العالم بلقب بطولة السيدات بعد فوزها على رنيم الوليلي بثلاثة أشواط بدون رد. ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية.
إلى جولة في الملاعب العالمية، حيث أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بمحمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بعد المستوى الذي ظهر عليه منذ انتقاله إلى الريدز بداية الموسم الحالي. وعلق كاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: على المستوى الذي يقدمه صلاح عمل رائع. محمد صلاح بات يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بتسعة أهداف. غادر محمود كهربا لاعب فريق الاتحاد السعودي والمنتخب الوطني إلى ألمانيا لمواصلة العلاج من الإصابة التي يعاني منها. وحصل اللاعب على إذن من الجهاز الفني لفريق الاتحاد للسفر لألمانيا، حيث من المقرر أن يخضع لبرنامج علاجي لمدة أسبوع بسبب معاناته من الإصابة بالظهر. وشارك كهربا مع فريقه في التعادل أمام الشباب بهدف لكل فريق ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين. كرم نادي كونياسبور التركي نجم منتخب مصر السابق عبد الظاهر السقا مدير القطاع الرياضي بنادي طنطا عقب اختياره كأفضل قائد في تاريخ النادي. وتم منح السقا درع النادي بالإضافة لقميص يحمل اسمه، وشهد حفل تكريم مشاركة صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون السابق. أفادت صحيفة ساندي بيبل اليوم الأحد بأن الفرنسي تيري هنري نجم نادي أرسنال ومنتخب فرنسا السابق دخل ضمن قائمة المدربين المرشحين لقيادة منتخب ويلز في الفترة المقبلة. ويسعى منتخب ويلز والذي وصل للدور قبل النهائي لبطولة أمم أوروبا 2016 لتعيين مدير فني جديد، يعد استقالة كما أيضا كريس كولمان عقب الإخفاق في الصعود لنهائيات كأس العالم في روسيا العام القادم. قال الأوروغوياني إيدنسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبرس البريطانية اليوم الأحد بأن الأسباني أوناي أمري المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان حدد زميله نيمار دا سيلفا لتسديد ركلات الجزاء. وأضاف أمري طلب أن يتولى نيمار ركلات الجزاء المستقبلية، وصار هذا الأمر من اختصاصه. وكانت أزمة قد ظهرت منذ فترة على تسديد ركلات الجزاء خلال لقاء أولمبيك ليون، والذي انتهى بفوز الفريق الباريسي بثنائية في الدوري الفرنسي بملعب حديقة الأمراء. ففي أحد الركلات الحرة أخذ داني ألفيز الكرة ليمنحها إلى نيمار ليسددها، وسيطر الغضب على المهاجم الأوروغوياني. فاز فريق مالاغا على ضيفه ديبورتيفو لا كورونا 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب لا روزاليدا في الجولة 12 من مسابقة الدوري الأسباني لكرة القدم. وبفوزه والذي يعد ثاني هذا الموسم رفع مالاغا رصيده إلى 7 نقاط وصعد من المركز الأخير 20 إلى 18، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو والذي تكبد خسارته 7 عند 11 نقطة في المرتبة 16. ويتصدر برشلونة الليغا برصيد 34 نقطة متقدما ب7 نقاط على فالنسيا الوسيط.
فاز فريق جنوى على مضيفه كروتوني 1-0 اليوم الأحد في المرحلة 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ويدين جنوى بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه المخضرم لوكا ريغوني، والذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 11. الفوز رفع رصيد جنوى إلى 9 نقاط في المركز 16، وتجمد رصيد كروتوني عند 12 نقطة في المركز 15. وحقق جنوى فوزه الثاني هذا الموسم مقابل 13 تعادل و8 هزائم، فيما خسر كروتوني للمرة 7 مقابل 3 انتصارات و3 تعادلات. سنى مدافع ميلان ليوناردو بوناتشي هجوما حادا على لاعبي الفريق بعد الخسارة 2-1 أمام نابولي أمس السبت بالجولة 13 من الدوري الإيطالي. وقال بوناتشي في تصريحات نقلتها ميديا ست الإيطالية اليوم الأحد: ميلان يفتقد شخصية الفريق رغم وصول المهاجمين لمناطق جزاء الخصم، لكن كان هناك إحساس عام بالخوف والتسرع، لذلك لا نسجل أهداف. وأضاف: من الصعب أن تنتصر على فريق بحجم نابولي بهذه الطريقة، وحتى لم نتمكن من ضبط عملية التسلل بصورة مناسبة، علينا التحسن كثيرا. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من بوابة الأهرام، البدري يختار 22 لاعبا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري غدا. من المصري اليوم، نيدفيد ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي. ومن الوطن سبورت السعيد وفتح يقودان الأهلي أمام الإسماعيلي. من الشروق، الأهلي يتجه إلى الإسكندرية استعدادا للإسماعيلي. ومن البوابة نيوز، الأهلي يختتم استعداداته للإسماعيلي وباكا يدخل حسابات الجهاز الفني. من فيتو، محاضرة فنية لتجهيز لاعبي الأهلي لموقعة الإسماعيلي. ومن يور سبورت عربية، البدري يستعين بالسعيد أمام الإسماعيلي. قبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة، زي النهاردة في 19 نوفمبر من عام 1954 الأهلي يفوز على الزمالك 2-0 في قمة الكرة المصرية رقم 11. أقيمت المباراة على ملعب الأهلي بالجزيرة، وسجل هدف الأهلي سيد صالح وأحمد مكاوي. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.